هاد المعلومة بغينا اخوتنا الجزائريين وهما اللي اكدوها لينا، جاتني انا في شكل وغريبة، هو ان عمر شي رئيس جزائري ادى مناسك الحج. جميع الرؤساء والملوك في الدول كاملين اللي هما مسلمين تيديو مناسك الحج الا الرؤساء الجزائريين. جاتني في شكل نتفرجوا في هذا الفيديو هذا ونرجعوا نقصوا. وكاين واحد السيد اللي عطى العله علاش ان الحج وقال لك ديالهم ما عرفتش. لماذا لا يوجد رئيس جزائري واحد أدى مناسك الحج بينما رؤساء وملوك العالم كلهم قاموا بتأديتها؟ أردوغان، عبد الفتاح السيسي، الملك عبد الله، أحمد نجاد، بن علي، حافظ الأسد، سوريا، أنور السادات، مصر، القذافي، ليبيا، جمال عبد الناصر، مصر، ياسر عرفات، علي صالح، حسني مبارك، مصر، محمود عباس، الحسن الثاني، المغرب، محمد السادس، صدام حسين، الأمير تميم، عمران خان، رفيق الحريري. وبالمقابل لا توجد صور لرؤساء الجزائر. ما عرفش واش ما كاينه الصور ولا هما ما عمرهم ما مشاو، لان جاتني هذه غريبه غريبه بزاف. ما كاينش، قلبت في الارشيف ودخلت نقلب في جوجل ما لقيتش ولو صوره وحده ديال شي رائد جزائري كاين في الحج وادى المناسك ديال الحج في شكل. نتصنتوا لهذا الجزائري هذا وشوف شنو يقول. وقال هادشي علاش ما كيمشيوش كيحجوا تما في واد مكرم. السيد هارب الله يدعى من كوكب الزمرودة. ماذا فعل القدماء؟ أضافوا الراء لمكة ليجعلوها مكرة، وحتى في كلمة المكرمة حذفوا الميم وجعلوها مكرة. هذا الذكاء الاصطناعي، داروا الذكاء الاصطناعي. وانا اقولها امام رب العالمين، حسبي الله ونعم الوكيل، في الاوائل الذين حرفوا كلمه مكه الى مكره وسرقوا الدين الاسلام من الجزائر وذهبوا به الى الشرق الاوسط وزعموا بان القران نزل في تلك المنطقه. ويل لكم، أين المفر؟ البحر أمامكم والعدو وراءكم. سترون بأعينكم الجبل فيه اسم مدينة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. السيد راه ميمكنش هارب بزاف. أنا قنعني، أنا قنعني. وقال على شي جزائريين الرؤساء ديالهم ما كيمشيوش يحجوا في مكة حيت عندهم واد مكارة حيدوا لها الراء خلاو واد مكة وكيمشيو داك الواد ومرة مرة كيرسلو فيه عظامهم. ممكن بين الجزائريين هما اللي يشرحوا لنا القضية هادي واش بصح هادشي عندكم ولا ما عندكمش في شكل.